الإنشاءات المتوقعة بقوة لمرحلة الثالث متوسط دور أول 2018 هو إنشاء وصف صديق. هذا نموذج بسيط يمكن أن تحفظه بسهولة. صيغة السؤال تجي بالطريقة التالية: Write an email to your relative to describe your friend. اكتب إيميل إلى قريب لك لوصف صديق لك. تكتب الإنشاء بهالطريقة: From Samer, من Samer, to darling brother, إلى شقيقي الحبيب. How are you? كيف حالك؟ I'd like to tell you about my best friend. أنا أحب أن أخبرك حول صديقي المفضل. His name is Ali. اسمه علي. He is also my classmate. هو أيضا زميلي في الصف. We go to school together. نحن نذهب إلى المدرسة سوية. He is friendly and helpful. هو ودود ومتعاون. He is good at science. هو جيد في العلوم. He always helps me. هو دائما يساعدني. To do my homework. لكي أعمل واجب البيت. He is quite tall and thin. هو نوعا ما طويل وضعيف. He has green eyes. هو لديه عيون خضراء. And brown straight hair. وشعر سرح بني. He is also well dressed. وهو أيضا يرتدي ملابس أنيقة. I'm happy to have such friend. أنا سعيد لأنه لدي مثل هذا الصديق. Tell me your news. قل لي أخبارك. سامر. نموذج بسيط يمكن أن تحفظه وتكتبه إذا أجاك الامتحان. تحياتي لكم. مع السلامة.